الرحمن الرحيم، بنكمل السودا. هيبقى فاضل لنا تينيا سوليوم. تينيا سوليوم بتعمل تو ديزيزز. اول ديزيز بسميه بورك تيب وورم او تينيزس، وتاني ديزيز اسمه سيستي سيركوزس. جيوغرافيكال ديستريبيوشن، هي كوزموبوليتان، يعني موجوده في كل الاماكن وير البيجز ار ايتن، لحم الخنازير في نوت ان اسلامك كانتريز، في الاماكن اللي بتاكل فيها لحم الخنزير. المورفولوجي بتاعها اول حاجه هيبقى في ادلت وفي ايج وفي لارفا بسميها سيستي سيركس. الادلت هي كام متر؟ هي 2 ل 4 متر، بتتكون من 800 ل 1000 سيجمنت. حوالي هي دوده شريطيه من 2 ل 4 متر وبتتكون من 800 ل 1000 سيجمنت. ليها راس بسميها سكولكس وام ماتيور سيجمنتس، وبعد كده في ماتيور سيجمنت وفي جرافيد سيجمنتس. الايج بتاعتها سيميلر للايج اوف تينيا ساجيناتا بالظبط، اللي هي كانت حوالي من 30 ل 40 مايكرون، وكانت سفيرويد في الشيب. الشيل بتاعها كان ريد ديليستريتد امبريو 4، ولونها يلوش براون في الكالر، والكونتنت بتاعتها اونكوسفير او هيكسا كانس امبريو. طيب اللارفال ستيج بتاعتها كنا بنسميها سيستي سيركس. بلادر لايك ستراكشر كونتيننج انفاجينيتد سكولكس، وهي من 1 ل 2 سنتي. بتاعت التينيا سوليوم، اول حاجه الهابيتات بتاعها، الهابيتات بتاعها موجوده في الابر بارت اوف ذا جيجنم، يعني في السمول انتستين. ديفينيتيف هوست هو المان، انترميديت هوست بيجز اند اوكيجنالي المان، انفكتيف ستيج الايجز اند سيستي سيركار. يبقى هنا الفرق ما بينها وما بين التينيا ساجيناتا ان المان اكت از ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست، وان الايج از ويل از سيستي سيركاي is infective stage. المود اوف انفكشن بتاعها eating undercooked pork containing cysti cerci، ده هيعمل لي مرض بسميه تينيزس. لكن لو كلت الايج هيعمل لي مرض اسمه cysti cercosis. ingestion of egg هيعمل لي مرض اسمه cysti cercosis for both pigs and the human. يبقى وقتها الهيومن act as intermediate host. اللايف سايكل بتاعتها سيميلر اللايف سايكل بتاعت التانية ساجيناتا، وهنقولها دلوقتي، لكن الاختلاف هو ان المان ممكن يبقى انترميديت هوست وديفينيتيف هوست في التانية سوليوم، وان الايج والسيستي سيركاي ار انفكتيف. بالنسبه لمرض التينيزس هيبقى اول حاجه ان البارازايت موجوده التانية سوليوم ادلت موجوده في السمول انتستين بتاعت المان. هتبتدي الايج والجرافيت سيجمنت ينزلوا ويز الفيسز، فهيجي الانترميديت هوست اللي هو هنا البيجز ياكل الايجز، كونتامينيتد فود فيها الايجز، فالايج دي تدخل في السمول انتستين بتاعته، لونكوسفيري هاتش بنتريت السيركيليشن، يروح للديفرنت بارتس اوف ذا بودي، واهمها اللي هي الماسل، علشان يكون لي حاجه اسمها سيستي سيركس اللي هي اللارفال ستيج. سيستي سيركس دي لما تتكون في لحمه الخنزير في الماسلز بتاعت في الماسلز بتاعت البيجز، المان يبقى او الديفينيتيف هوست يبقى انفكتد بان هو ياكل اندر كوكت بورك، لحم الخنزير اندر كوكت فيها السيستي سيركاي. فلما ياكل الاندر كوكت بورك فيها السيستي سيركاي، السيستي سيركاي تروح للسمول انتستين بتاعته وتبتدي تتحول لادلت وتكمل اللايف سايكل، ايج تنزل في الاستول اند سو اون. دي اول لايف سايكل بالنسبه لمرض اسمه تينيزس. تينيزس ان الانفكتيف ستيج هنا هي السيستي سيركس، والدياجنوستيك ستيج ان انا الاقي الايج نازله في الاستول بتاع الديفينيتيف هوست اللي هو الانسان. طب بالنسبه للسيستي سيركوزس، المان هيبقى هو انترميديت هوست، يبقى هياكل الايج سواء كانت اوتو انفكشن او ايج كونتامينيتد فود ودرينك. هياكل الايج برضو الانكوسفير هيبنتريت الانتستاينال وول ويروح للسيستميك سيركيوليشن للديفرنت بارتس اوف ذا بودي، ويبتدي يكون لي لارفال ستيجز اللي هي السيستي سيركس في الديفرنت بارتس اوف ذا بودي. بالنسبه لمرض التينيزس هيبقى انتستاينال، شويه انتستاينال اريتيشن في الحالات السيفير انفكشن، هيبقى فيه شويه انتستاينال اريتيشن نتيجه لتكوين السيستي سيركاي. السيستي سيركوزس هنتكلم عليه ليتر اون. طيب الكلينيكال بيكتشر هيبقى فيه انتستاينال ديستربنس. انتستاينال ديستربنس يعني انديجيشن، ابدومينال ديسكومفورت، دايريا او كونستيبيشن، وهيبقى فيه انتستاينال اوبستراكشن علشان البارازايت طويله من 2 ل 4 متر، فممكن تعمل انتستاينال اوبستراكشن.
الدايجنوزس بتاع التنيزس هيبقى ان انا الاقي الايج او الجرافيد سيجمنت نازله في الستول. الايج مش هتفرق لي ما بين التانيا ساجيناتا والتانيا سوليوم عشان الاثنين نفس الشكل، لكن الجرافيد سيجمنت مختلفه في التانيا ساجيناتا عن التانيا سوليوم، فدي اللي بتفرق لي ان التنيزس هنا سببه تانيا ساجيناتا او تانيا سوليوم. التريتمنت بتاع التانيا سوليوم هو زي التريتمنت بتاع التانيا ساجيناتا، الدراجز اللي هي النيكلوزامايد والاتربرين والبرازيكوانتل، بس هنا في شويه بريكوشنز بخاف منها عشان ما يحصليش سيستي سيركوزس. ايه البريكوشنز دي؟ ان انا لو باخد النيكلوزامايد، النيكلوزامايد ده بيعمل ديسنتجريشن السيجمنتس وبيعمل ريليز لفايبل ايجز، فممكن ادخل في سيستي سيركوزس. فعلشان القصه دي ما تحصلش بناخد نعمل سلايم بيرج از جيفن 1 اور افتر التريتمنت. بالنسبه للاتبرين، الاتبرين بينديوس الفوميتنج، فالفوميتنج ده ممكن برضو يدخلني في الريفرسال للبريستاليسيس، فالايج يحصل لها هاتش وادخل في سيستي سيركوز. فبناخد انتي ايميتك دراج 1 اور بيفور التريتمنت وذ الاتبرين. يبقى بس ان نفس التريتمنت بتاع التانيا ساجيناتا بس ليها بريكوشن ان انا لو هاخد نيكلوزامايد اعمل سلايم بيرج 1 اور افتر التريتمنت، لو هاخد اتبرين ده بينديوس فوميتنج فممكن ادخل في سيستي سيركوزس، فاخد انتي ايميتك 1 اور بيفور التريتمنت وذ الاتبرين. بالنسبه للبريفنشن بتاعه التنيزس، ان اول حاجه هعمل تريتمنت الانفكتد بيرسون لان هم السورس اوف الانفكشن. تاني حاجه ان انا هعمل بروبر سانيتيشن، ان الهيومن فيسز لازم يبقى يحصل له ديسبوزال في اريا اواي فروم الكونتامينيتد فود ودرينك. بعد كده لازم اعمل انسبكشن للبورك ميت، للحم الخنزير، في طبعا في الكانتريز اللي بتاكل لحم الخنازير نعمل انسبكشن للميت في الابتوارز في السلخانات. واخر حاجه طبعا ان احنا نعمل بروبر كوكينج للبورك ده، ان السيست سيركاي بتموت في هيتنج للميت من 45 ل 50 درجه لمده نص ساعه، او اعمل بروبر فريزنج ماينس 10 درجه سليزيوس لمده 4 ايام. ده بيموت السيست سيركاي حتى لو هي موجوده في الماسلز بتاعه البورك. يبقى البريفنشن اول حاجه هعمل تريتمنت للانفكتد بيرسون لان دول السورس اوف انفكشن، بروبر سانيتيشن. بالنسبه للبيجز هنعمل حاجتين، انسبكشن للبورك ميت في الابتوارز، وبعد كده ان انا احاول ان انا اموت السيست سيركاي حتى لو هي موجوده فيه بان انا اعمل بروبر هيتنج للميت وبروبر فريزنج للميت. الهيتنج يبقى من 45 ل 50 درجه لمده نص ساعه، والفريزنج عند ماينس 10 درجه سيليزيوس لمده 4 ايام، ده بيموت السيست سيركاي لو هي موجوده. احنا كده خلصنا التنييزس، هنتكلم على السيستي سيركوزس. السيستي سيركوزس ده بيبقى الهيومن انفكشن باي لارفال ستيج، يبقى هنا المان اكت از انترميديت هوست. الهيومن انفكشن باي لارفال ستيج اللي بنسميها سيستي سيركس، لارفال ستيج اوف تينيا سيليوم بنسميها سيستي سيركس. جيوغرافيكال ديستريبيوشن برضو هو كوزموبوليتان. المورفولوجي بتاع التينيا سوليوم خلاص اتكلمنا عليه، واللايف سايكل بتاعه السيستي سيركوزس عرفناها، ان بس المان هنا هي اكت از انترميديت هوست، وانا هاكل الايج نوت السيستي سيركس. لو كلت السيستي سيركس يحصل لي يحصل لي تينيزس، لو كلت الايج يحصل لي مرض اسمه سيستي سيركوزس. بقى السيستي سيركاي دي هتبقى موجوده في different parts of the body، فالكلينيكال بيكتشر هتعتمد على النمبر اوف ذا سيستي سيركاي الموجوده، وعلى السايت بتاعها هي موجوده في اكتر حته بتبقى موجوده فيها سي ان اس فولود باي الاسترييتد ماسلز. فالباثولوجي بيعتمد على السايت اوف الانفكشن والنمبر اوف السيستي سيركاي. وجود السيستي سيركاي في التشو بتعمل ستيميليشن اميون رياكشن، ممكن في الاخر ينتهي بكالسيفيكيشن للسيستي سيركس دي، وتبقى اصلا اسيمتوماتيك اكسيدنتالي ديسكفر. كلينيكال بيكتشر لو في لايت انفكشن هيبقى ويز اسيمتوماتيك، السيست ممكن تبقى اشوفها accidentally discovered باكس راي لو هي calcified cyst، لكن السيست وجودها في اماكن معينه بتعمل manifestation. عندنا بالنسبه للسيستي سيركوزس او اشهر الاماكن تبقى موجوده فيها السيست، في نيورو سيستي سيركوزس تبقى موجوده في السي ان اس، وفي اوفثالمو سيستي سيركوزس ان هي تبقى موجوده في الاي، وفي المسل سيستي سيركوزس،
وفي السكن، واخر حاجه في نوع اسمه راسيموز سيستي سيركوزس. اول واحد هنتكلم عليه نيورو سيستي سيركوزس، ان هي تبقى السيستي سيركاي دي موجوده في المصل. فممكن يحصل one of the following manifestation، يبقى في epilepsy او intracranial hypertension. intracranial hypertension بيبقى manifested بان العيان يبقى عنده headache, blurring للvision, projectile vomiting. ممكن يبقى عنده mental disturbance. ممكن تبقى في الspinal cord، هي نيورو ممكن تبقى في البرين او في الspinal cord. في الspinal cord تعمل spinal cord compression syndrome، تضغط على spinal cord فتبتدي تعمل manifestation denoting spinal cord compression. يبقى according للسايت اللي هي موجودة فيه. بس أشهر حاجة للneurocysticercosis إن يبقى فيه epilepsy، يبقى فيه intracranial tension، يبقى فيه mental disturbance، ويبقى فيه spinal cord compression. طب الophthalmocysticercosis، الophthalmocysticercosis هيبقى manifested by periorbital pain، يبقى فيه وجع في المنطقة اللي هي حوالين العين، يبقى فيه flashes of light، blurring للvision، الرؤية فيها blurring أو مش واضحة. ممكن يحصل progression of deterioration للvisual acuity، يبتدي النظر يضعف. لو اللارفا موجودة في subretinal space ممكن تعمل subretinal edema وhemorrhage وeven retinal detachment. يبقى الophthalmo cystic sarcosis، الophthalmo cystic sarcosis manifested by periorbital pain، flashes of light، ممكن يحصل blurring للvision، deterioration للvisual acuity. لو هي موجودة في subretinal space تعمل retinal edema و retinal hemorrhage and even retinal detachment. muscular بقى cystic sarcosis ممكن، يعني هي وده الأشهر، إن يحصل لها calcification without any trouble. في حالات نادرة ساعات بيحصل حاجة اسمها pseudo hypertrophic myopathy، ده بيحصل ممكن يحصل معاها مايوسايتس ويبقى معاها هاي فيفر وايزينوفيليا، وده في حالات اللارج نمبر من السيستي سيركوزس، وده مش الكومن. لكن الكومن في المسلز ان هي تبقى كالسيفيكيشن وذاوت اني ترابلز. سبكوتينيوس سيستي سيركوزس هتبقى سبكوتينيوس نوديولز، بتبقى بينلس نوديولز من 5 ل 10 ملم في السايز، بتبقى فيكسد ان البوزيشن، يعني هي مش مايجراتوري نوديولز، لا لو النوديول موجوده هتبقى فيكسد ان البوزيشن، وهي بينلس نوديولز من 5 ل 10 ملم في السايز. طب ايه قصه الراسيموز سيستي سيركوزس؟ دي عباره عن بروليفريتنج فورم من السيستي سيركوزس، ريسمبل الميتاستاتيك تيومر، شبه الورم كده. ده بروليفريتنج فورم بيتكون من كذا لارفا بس كونكتد توجذر، وبيبقوا موجودين موست كومنلي في البرين، وما فيهاش سكوليسز، هي بيحصل لها اوفر جروث لللارفا فما فيش سكوليسز موجوده جواها، كذا لارفا ممسكين في بعض، تبقى شبه الميتاستاتيك تيومر، شبه التيومر في الجروث بتاعها. الدياجنوزس بتاع السيستي سيركوزس اول حاجه من خلال الكلينيكال بيكشر، يعني لو هي موجوده في البرين هيبقى عندي مثلا سيجرز، عندي ايبيليبسي، عندي انتراكرينيال هايبرتنشن. لو هي موجوده في الاي، بلارنج الفيجن، ديكريز الفيجوال اكويتي، او مشاكل في الريتنا، على حسب المكان اللي هي طبعا سبكوتينيوس هتبقى باينه وهكذا. يبقى الكلينيكال بيكشر اكوردنج للسايد بتاع السيستي سيركاي. بايوبسي، بايوبسي هاخدها في حالات السبكوتينيوس بس، لان دي اللي هقدر اخد منها بايوبسي. ممكن اعمل CSF examination او examination للسيريبروسباينال فلويد، ده في حالات برضو نيورو سيستي سيركوزس، يبقى كل واحده اكوردنج للمكان. لو العيان عنده نيورو سيستي سيركوزس هلاقي عنده elevation للبروتين، reduction للجلوكوز، ده في حالات CSF، وانكريز المونونيوكليار سيلز، وانكريز الايزينوفيل. وجود البارازايت في التشو بيعمل ستيميليشن للاميون رياكشن وبيعلي الايزينوفيليك كاونت. راديولوجيكال اكزامينيشن هعملها طبعا في حالات الكالسيفايد سيست، سي تي وام ار اي. السليت لامب اكزامينيشن هعملها في حالات الاوفسالمو سيستي سيركوزس، ممكن اشوف اللارفا بالاوفسالموسكوب. ممكن بعد كده، او ده الاشهر، ان انا اعمل سيرو دايجنوستيك تكنيكس، حاجات ان انا ابتدي ادور على انتي بوديز للانجن بتاع السيستي سيركاي، وده بالويسترن بلوتنج، بالاليزا، بالاندايركت هيم اجلوتينيشن. ذا بيست هو الويسترن بلوتنج لان هو ليه 100% سبيسيفيستي. التريتمنت بتاع السيستي سيركوزس، برازيكوانتل، البندازول،
دي التريتمنت زي اي بارازايت سيستود، بس بناخد الاستيرويدز علشان تريديوس الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل نتيجة للمايجريشن بتاعة السيستي سيركاي في التشو. ساعات سيرجيكال تريتمنت ممكن يبقى هيلفول، دي لو في كانت مثلا في certain types، لو هي موجودة intraventricular قافلة الفنتريكل بتاع البرين، او في السب اراكنويد سيست ممكن في السبكوتينيوس سيست اعمل سيرجيكال تريتمنت، لو هي في الاي ممكن اعمل لها سيرجيكال ريموفال اكوردنج للايه السايت بتاعها. طب البريفنشن بتاعها ان انا هعمل بروبر تريتمنت للانفكتد بيرسونز، لان هم السورس اوف الانفكشن، هو اللي بيعمل اوتو انفكشن وهو اللي بيبقى موجود فيه الاجز اللي ممكن تعمل السيستي سيركوزس، وبيرسونال هايجين وانفايرمنتال سانيتيشن. بعد كده هنتكلم على بارازايت تانية بسميها هيمينولوباس نانا. الهيمينولوباس نانا هي دوارف تيب وورم. ليه دوارف تيب وورم؟ لان هي اصغر تيب وورم موجودة في الهيومن من 1 لـ 3 سنتي، كل اللي خدناهم بالمتر هي من 1 لـ 3 سنتي. هتعمل ديسيز بسميها هيمينولوبيزس نانا. المورفولوجي بتاعها قلنا ان هي دوارف تيب وورم، يبقى افتكر ان هي من 1 لـ 3 سنتي، بتتكون كلها من 200 سيجمنت، نفس التقسيمه سكولكس اماتيور سيجمنتس وماتيور سيجمنتس اند فاينالي جرافيد سيجمنتس. السكولكس بتاعها برضو جلوبولار وفيها فور كاب شيبد ساكرز وليها روستيلم وعليه هوكس. الاج بتاعتها بتبقى من 30 50 سفيرويدال في الشيب، ليها تو ممبرينز وبيبقى جواها ماتيور امبريو اللي هو بسميه الهيكسا كانس امبريو او اونكوسفير. اللارفا بتاعتها بسميها سيستي سيركويد. سيستي سيركويد يعني شبيهة السيستي سيركس، فهي بلادر لايك استراكشر وجواها سكولكس، بس السكولكس هنا نوت انفاجينيتد، هو ايه ايفاجينيتد او ويذدرون في الابرايت بوزيشن وليها تيل ابندج، عشان كده فرقناها من السيستي سيركس. يبقى هي زي السيستي سيركس بس بتختلف عن السكولكس، هنا بيبقى withdrawn in the upright position يعني evaginated أو everted وليها tail-like appendage. السايكل بتاعتها هي برضو موجودة في السمول انتستين، الديفينيتيف هوست بتاعها المان and occasionally rodents، intermediate هوست بتاعها هو المان، ممكن يبقى الفلي. الانفكتيف ستيج الايج او السيستي سيركويد، والاثنين هيعملوا نفس المرض اللي هو هيمينولوبيزيس، عكس التانية سوليوم. التانية سوليوم كانت الايج بتعمل مرض اسمه سيستي سيركوزس، والسيستي سيركويد بتعمل مرض مختلف عنه تماما اسمه التينيزس. هنا الاثنين انفكتيف ستيجز هيعملوا نفس المرض اللي هو الهيمينولوبيزيس. المود اوف انفكشن، انفكشن از ترانسميتد باي دايركت روت او اندايركت روت او اوتو انفكشن، سواء اكسترنال او انترنال اوتو انفكشن. الدايركت روت ان انا اكل الايج فيا فيكو اورال روت، او كونتامينيتد فود ودرينك فيهم الايج، يبقى انا اكلت الايج على طول، ده بسميه دايركت روت. الدايركت روت ان انا اكل الانفكتد فلي اللي جواه السيستي سيركويد. الاوتو انفكشن هيبقى يا اما اكسترنال او انترنال اوتو انفكشن. الانترنال اوتو انفكشن ان الايج بدل ما تنزل في الاستول تهاتش جوه الانتستين وتتحول لانكوسفير فيكمل اللايف سايكل. الاكسترنال اوتو انفكشن ان العيان هاند تو ماوث بيرسون هاربرينج الادر. طيب اللايف سايكل بتاعتها هيبقى فيه دايركت لايف سايكل واندايركت لايف سايكل زي روت اوف انفكشن بالظبط. الدايركت لايف سايكل ان انا هحتاج سنجل هوست، هتبقى هنا الايج هي الانفكتيف ستيج على طول، فانا اكلت الايج سواء اكسترنال اوتو انفكشن او ويز كونتامينيتد فود ودرينك، فالايج دي هيحصل لها هاتش، الانكوسفير طلع عمل بنتريشن انتستاين للسمول انتستين وابتدى يكون سيستي سيركويد في السب ميكوزا، وبعد كده تطلع للانتستاينال يومن تاني وتبقى ادلت. يبقى الدايركت لايف سايكل ان انا اكلت الايج هيبتدي السيستي سيركويد اللي الانكوسفير هيبنتريت الانتستاينال يومن ويتكون في السب ميكوزا سيستي سيركويد، وتبتدي تطلع لليومن تاني وتكون الادلت.
لكن الاندايركت ان انا هحتاج فيها انترميديت هوست، وهيبقى الانترميديت هوست ان انا هاكل الفلي او البرغوث اللي بيحتوي على السيستي سيركس، يبقى انا هنا مش هاكل الايج. فالسيستي سيركس لما هاكله هتدخل جوه الانتستين وتتحول لأضغط. الباثولوجي هيعتمد على النمبر بتاعت البارازايت اللي موجودة. وجود السيست سيركويد في الميكوزا او في الساب ميكوزا هتعمل لها ديستراكشن، فده الديستراكشن والمانيفستيشن بتاعت الديستراكشن بتاع الانتستينال فيلاي ده هيبقى مانيفستد في حالات الهيفي انفكشن فقط. يبقى الهيفي انفكشن هيبقى معاها اكستنسيف انترايتس. انترايتس يعني انفلاميشن السمول انتست. انفلاميشن ده سببه الديستراكشن اوف الفيلاي اللي حصلت نتيجة لتكوين السيست سيركاي في الساب ميكوز. فالكلينيكال بيكشر لو لايت انفكشن هيعدي without symptoms خالص او شوية فيج ابدومينال بين، لكن في حالات الهيفي انفكشن هيبقى ممكن يبقى عندي ابدومينال بين، عندي دايريا، في عندي vomiting، عندي dizziness، وكل ده سببه الانترايتس اللي حصلت من الهيفي انفكشن small intestine villi. diagnosis بتاعها finding the egg في الفيسز. التريتمنت بتاعها زي اي بارازايت بتعالج بالبرازيكوانتيل والنيكلوزامايد. هنا البرازيكوانتيل هاخده سنجل دوز. سنجل دوز ليه؟ عشان البرازيكوانتيل هنا بيموت اللارفا والادلت مع بعض، فباخده كسنجل دوز. لكن النيكلوزامايد هاخده لمده من 5 ل 7 ايام لانه بيموت الادلت بس، فانا بفضل اخده لحد ما السيست سيركاي اللي لسه في الساب ميكوزا تخرج لليومن على ادلت فيموتها. يبقى هنا البرازيكوانتيل هو دراج اوف تشويس علشان هو بيموت الاثنين، فباخده كسنجل دوز وخلاص. لو هاخد نيكلوزامايد هاخده لمده من 5 ل 7 ايام علشان تكون السيست سيركاي اتكونت وخرجت للميكوزا على ان هي ادلت، فيبتدي النيكلوزامايد يشتغل عليها لان هو بيموت الادلت بس. البارازايت هنتكلم عليها في السيستودا هي الايكاينوكوكس جرانيولوزس. الايكاينوكوكس جرانيولوزس بتعمل ديزيز بسميه الهيدات الديزيز او ايكاينوكوكوس. جيوغرافيكال ديستريبيوشن هي كوزموبوليتان، سبيشالي في الاريا اللي فيها الشيب والكاتنج ريزن كانتريز اللي هم الانترميديت هوست بتاعتها علشان تكمل اللايف سايكل بتاعها. هي السمولست تيب وورم، بس مش السمولست انتستاينال تيب وورم عشان هي مش موجوده في الانتستين بتاعه المان. المان هنا اكت از انترميديت هوست ونوت ا ديفينيتيف هوست زي الهيمينولوبس نانا، عشان كده سمينا الهيمينولوبس نانا هي الدوارف تيب وورم عشان هي اللي موجوده في الانتستين بتاعه الهيومن. لكن هنا دي بتبقى السمولست تيب وورم بس هي موجوده في الانتستين بتاعه الدوجز اند الاذر كارنيفورز. المهم ان هي السمولست سيستودا بتبقى حوالي من 5 ل 10 ملم، ما جابتش 1 سنتي. السكولكس بتاعها جلوبيلر وليها روستيلم وعليها دبل كراون اوف هوكس. بعد كده الاستروبيلا بتاعتها بتتكون من 3 سيجمنت، واحده اماتيور وواحده ماتيور وواحده جرافيت سيجمنت، كلها على بعضها 3 سيجمنت. الايج بتاعتها شبه الايج بتاعت التينيا. الهيداتيد سيست بقى، الهيداتيد سيست اول حاجه هي يوني لوكيولار سيست، تاني حاجه ان هي بتبقى سفيريكال سيست، يعني سفيريكال في الشيب. السايز بتاعها من 1 ل 10 سنتي، بيبقى ليها 3 لايرز، هي انكلوزد باي 3 لايرز. اول لاير خالص من بره هي فايبرس كبسول، وده بيبقى هوست رياكشن. يبقى اول لاير هي الفايبرس كبسول ودي هوست رياكشن. بعد كده في تو لايرز، اوتر لامينيتد لاير وانر جيرمينال لاير. الاثنين دول بيبقوا بروديوس دول من السيست نفسها، يبقى الوول دي من السيست نفسها اوتر لامينيتد لاير وانر جيرمينال او سينسيتيال لاير، والاوتر فايبرس لاير الخارجيه خالص دي هوست رياكشن. طب ايه الحاجات اللي جوه السيست دي؟ يبقى دي سيست يونيريكولار يعني 1 ل 10 سنتيمتر، هي فاريبل في السايز، والشيب بتاعها قلنا ان هي سفيريكال في الشيب، انكلوزد ان 3 لايرز. ذا موست اوتر فايبرس لاير دي هوست رياكشن. بعد كده 2 لايرز دول بتوع السيست،
الانر جيرمينال او سينسيتيال لاير او سيلولار لاير، والاوتر لامينيتد نان سيلولار لاير. الكونتنت بتاعتها هلاقي جواها شويه اسكوليسز، في حاجه اسمها برود كبسول. يعني ايه برود كبسول؟ يعني انفاجينيشن من الجيرمينال لاير ان ويتش الاسكوليسز ديفلوب. وفي حاجه اسمها دوتر سيست. الدوتر سيست دي زي المذر سيست بالظبط بس على اصغر، يعني هي ليها تو لايرز، جيرمينال لاير واوتر لامينيتد لاير، وجواها اسكوليسز وبرود كبسولز، وايفن ان انا ممكن الاقي جواها جراند دوتر سيست. يعني ايه هايدريتد فلويد؟ ده بيبقى عباره عن ان هو فلويد او سيرس فلويد يعني موجود في الهايدريتد سيست. وهايدريتد ساند دي بتبقى عباره عن ديتاتشد اسكوليسز وبرود كبسولز فولينج في الهايدريتد فلويد، فبسميها هايدريتد ساند. يبقى تاني الهايدريتد سيست الشيب بتاعها سفيريكال في الشيب، السايز بتاعها فاريبل في السايز من 1 ل 10 سنتي، الوول بتاعتها هي عباره عن 3 لايرز، اوتر فايبرس لاير دي produced باي ذا هوست، بعد كده 2 لايرز اوف ذا سيست، اول لاير منهم بسميها اوتر لامينيتد نان سيلولار لاير، انر جيرمينال او سينسيتيال او سيلولار لاير. كونتنت بتاعتها فيها شويه اسكوليسز، فيها حاجه اسمها برود كبسول، ده عباره عن انفاجينيشن بس من الجيرمينال لاير، جواها شويه اسكوليسز. بعد كده الدوتر سيست عباره عن لامينيتد لاير وجيرمينال لاير، وجواها اسكوليسز وبرود كبسولز وايفن جراند دوتر سيست. الهايدريتد فلويد والهايدريتد سانت عباره عن ديتاتشد اسكوليسز وبرود كبسولز فولينج في الهايدريتد فلويد، فبسميها الهايدريتد سانت. اللايف سايكل بتاعتها قلنا ان الادلت هتبقى عايشه في السمول انتستين نوت اوف ذا مان دوجز فوكسز اند اذر كارنيفورز. الديفينيتيف هوست بتاعها هو الدوجز اند فوكسز والاذر كارنيفورز، انترميديت هوست الشيب والكاتل والاذر هيربيفورس انيمال، والمان اوكيجنالي اكت از انترميديت هوست. الانفكتيف ستيج بتاعتها هي الايج، المود اوف انفكشن هو الانجيشن اوف الايج with the contaminated food or drink أو during the handling أو kissing the dogs ممكن يحصل accidental ingestion للإيج. الإيج دي لما هتدخل الـ small intestine بتاعة الـ intermediate host هتعمل libration للـ oncosphere هيpenetrate الـ intestinal wall ويمشي مع الـ circulation يروح للـ different part of the body ويكون لي الـ hydated cyst. الباثولوجي هيعتمد على السايد بتاعة السيست. أشهر مكان الهيداتيد سيست بتتكون فيه هو الليفر بنسبة 66% followed by the lung 25% less frequently أي مكان تاني spleen, kidney, heart, pulmonary, peritoneum and the brain. يبقى أشهر مكان هتتكون فيه الهيداتيد سيست هو الليفر، أكتر مكان بنلاقي الهيداتيد سيست متكونة فيه هو الليفر followed by the lung and any other site. الباثولوجي بتاعها بيعتمد على السايز بتاع السيست and the organ affected. يبقى الباثولوجي بيعتمد على size of the cyst and the organ affected. عامة هي عشان large size the cyst ممكن توصل لعشرة سنتي، فبتعمل pressure atrophy على ال affected tissue. يبقى كل مشاكلي هتبقى عبارة عن pressure على ال affected tissue. Rupture of the cyst ممكن تدخلني في anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction up to anaphylactic shock. وممكن يحصل transplantation للgerminal layer في another site فتعمل لي secondary cyst and so on. أنا عندي primary cyst اتكونت، لو حصل لها rupture هيحصل لي anaphylactic reaction، ممكن يحصل transplantation للgerminal layer في another site فتعمل لي secondary cyst and so on. السيست دي الفيت بتاعها في الاخر ان يحصل لها كالسيفيكيشن للسيست، ممكن تبقى اسيمتوماتيك خالص وبرده اكسيدنتالي ديسكفرد ديورنج الاكس راي. الكلينيكال بيكتشر بتاعه الايكاينوكوكوزس او الهايداتيد ديزيز ريزمبل سلولي جروينج سيستيك تيومر، كان في تيومر وبيحصل له سلولي جروينج سيستيك تيومر. طب الكالسيفايد سيست ممكن تبقى asymptomatic accidentally discovered during الراديولوجي او الاوتوبسي. احنا قلنا ان اشهر اماكن، يبقى احنا هنتكلم ان الكلينيكال بيكتشر هتعتمد على size بتاع السيست
على الافكتد اورجن. احنا قلنا اشهر حاجه هتيجي في الليفر، فالليفر لو فيه هيداتد سيست، سيمتوماتيك هيداتد سيست، هيبقى فيها انلارجمنت في الليفر، في بيجاستريك بين، نوزيا وفوميتنج، والعيان ممكن يبقى عنده جوندس كمان. البالمونري هي غالبا اسيمتوماتيك. في حالات الكومبليكيشن ممكن العيان يبقى عنده ديزنيا وعنده كاف وعنده هيموبسيس. طب لو السيست في البرين هتعمل مانيفستيشن اوف انكريز الانتراكرينيال تنشن، ممكن يبقى فيه بابليديما، ممكن يبقى فيه لوس اوف الفيجن. الرينال سيست هتعمل انترميتنت بين وهيماتوريا، هيماتوريا يعني بلاد نازل في اليورين. طب لو سبلينك سيست هتعمل دال ايكينج بين، ده الدال ايكينج بين بتاع السبلينوميجالي، وممكن يبقى فيه بلجنج في الريبس، ده نتيجة للسبلينوميجالي كمان. لو السيست ابشرت هيحصل لي allergic manifestation زي الارتكاريا والراش والبروريتس، ممكن توصل up to anaphylactic shock وديث. diagnosis بتاع الهيداتيد ديزيز، اول حاجه الكلينيكال بيكتشر اند هيستوري اوف ريزيدنس ان اندميك اريا وكلوز اسوشيشن وذ دوكس، يبقى لازم يبقى فيه هيستوري ان هو في موجود في مكان اندميك للديزيز، وان هو حصل له هاندلنج مع الدوكس فكل كونتامينيتد فود وذ الدوك فيسز، او عمل هاندلنج للدوكس وكيسنج للدوك فحصل اكسيدنتال انجكشن للايج اللي بتنزل في الفيسز اوف ذا دوك. الراديولوجيكال اكزامينيشن ده في حالات البالمونري سيست او في حالات الكالسفايد سيست. طبعا العيان هيبقى عنده ايزينوفيليا علشان دي لارفا موجوده في التشو فبتعلي الايزينوفيليك كاونت. الموست دايجنوستيك هي السيرولوجيكال تيست. السيرولوجيكال تيست هبتدي ادور على الانتي بودي باي الايزا ان دايركت تيم اجلوتينيشن اميونوفلوريسنت انتي بودي. بالنسبة في تيست كده بنسميه الكازوني سكين تيست، ده انتراديرمال تيست، فكرته ان انا بعمل انتراديرمال انجكشن للانجن ديليوتد اماونت من الانجن. لو عمل انديوريشن وإريسيما يبقى العيان ده عنده الديسيز. هو سيرف از ا جود نيجاتيف تيست، يعني اللي هو لو اداني نيجاتيف يبقى ده خلاص بيقول ان العيان ما عندوش الديسيز، لكن هو نوت جود بوزيتيف result علشان بيدي false positive reaction. التريتمنت بتاع الهيداتيد ديزيز surgical treatment او marsupialization او medical treatment. surgical ان انا هعمل removal او excision او inoculation للسيست، ده لو هي في accessible site او single cyst او few in a number. marsupialization ان انا هبتدي اسحب الهيداتيد fluid، اعمل له withdrawal في 5 مينت عشان بخاف للسيست ترابشر، واعمل له replacement by 10% فورمالين او اي hypertonic solution. ليه بدخل فورمالين؟ عشان اعمل killing للسكوليسز وللجيرمينال layer. الجيرمينال layer هي اللي بتبروديوس السكوليسز والبرود كابسولز، فبعمل لها killing للجيرمينال layer خالص. يبقى السيرجيكال تريتمنت ان انا هعمل excision او inoculation للسيست، ده لو كانت السيست في accessible location few in a number أو single cyst. المارسيبلايزيشن إن أنا لو cyst large أو not accessible for inoculation هبتدي أعمل withdrawal للhydrated fluid في 5 مينت، وأعمل له replacement by 10% formalin أو hypertonic solution عشان أعمل killing للgerminal layer والescoliosis. الألبندازول باخده إمتى؟ باخده لو ان انا مش قادر اعمل surgical treatment او before وafter surgery او when the surgical interference is impossible، او باخده كمان before and after surgery. prevention هيبقى ان انا اول حاجة عايز اعملها الهيداتيد سيست inspected at the slaughtered animals، لازم اعمل destruction للانيمال ونوت to be fed to the dogs. يبقى انا لو بذبح animal ولقيت فيه هيداتيد سيست لازم اعمل لها destruction not to be fed to the dogs. نسبة للstray dogs should be destroyed. طب البيت dogs should be dewormed periodically وexamined. avoid kissing and playing with the dogs لان ممكن يحصل accidental ingestion للايج.
avoid the contamination of the hands والfood والdrink with the dog feces. يبقى كل الغرض ان انا اعمل interruption لللايف سايكل. اول حاجه الهايداتد سيست اللي الدوج بياكلها علشان تتكون الادلت عنده لازم اعمل لها destruction و not to be fed to the dogs. بعد كده الستري دوجز اصلا اعمل لهم destruction. طب البيت دوجز هتبقى examined و dewormed periodically، ياخدوا التطعيمات بتاعتهم periodically. المين بقى عشان ما يحصلوش انجشن للاجز اللي نازله في الدوج فيسز لازم اعمل افويد للكونتامينيشن بتاعه الهاندز والفود والدرينك وذ الدوج فيسز، وافويد كيسنج الدوجز وبلاينج وذ الدوجز لان ده ممكن يعمل اكسيدنتال انجشن للاجز. ثانك يو.